مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anesti ek nekron thanaton, thanaton patisas, ke tis en tis mimas izoin charesamenos. يعني سلمى فعلا اليوم صباحنا مميز وغير من داخل هالمكان المقدس من الكنيسة لنحيي ذكرى قيامة السيد المسيح من بين الأموات. لهيك بمحطتنا التالية رح نسلط الضوء على العمل التطوعي والخدمة الروحية يلي بيقدموها وكلاء الكنيسة. أيضا رح نتعرف على الترنيم يلي هو جزء مهم من الدين المسيحي، هو كلمات تسبيح وتمجيد للرب. هناك ترانيم تكون سارة وحزينة، وأيضا رح نتعرف على الترنيم البيزنطي الذي يعتمد على الأداء البشري والتنغيم الصوتي ليكون حالة إيمانية مرافقة لكافة الصلوات الطقسية. كل هي التفاصيل مشاهدينا رح نتعرف عليها اليوم سوا مع ضيفتنا دعد صباغ من وكلاء كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الأرثوذكس ومن أعضاء جوقة الترتيل. يسعد صباحك وفصح مجيد. أهلا وسهلا وإن شاء الله بنعاد عليكم وعلى سوريا وعلى الجميع بالخير والبركة. هلأ بالنسبة أهلين لطبيعة شغل الوكالة، بتهتم بكل شيء بالكنيسة، بنشتري الشمع، البخور، الإربان، بننظم الاحتفالات بالأعياد، مثلا بعيد الميلاد بنحط هالزينة، المغارة، الشجرة، بنعمل نشاطات للأطفال، سوق خيري للكنيسة، بيع وضريع طبعا للعائلات المحتاجة. وهلأ بعيد الفصح بنسلق البيض، بنلون من بيت ومنوزع لها المؤمنين بس نخلص الصلاة الداس الفصح. يعني الخدمة هي الخدمة الاجتماعية اللي كتير مهمة اللي أنتم بتقوموا فيها الوكلاء بالكنيسة، إضافة لدورك أيضا ضمن جوقة الترتيل. نحن بنعرف قديش الترتيل هو جزء مهم من الصلوات، فمن المعروف بأنه المرتل هو يصلي مرتين، يصلي لله ويصلي مع نفسه من خلال الترتيل. خلينا نحكي عن أهمية التراتيل وخصوصا بفترة الأعياد اللي بتكتسي بحلة خاصة. يعني نحن بنعرف كل يوم من أيام أسبوع الآلام بترتيل خاصة به. تمام. هلا الترتيل البيزنطي لأنه هو أكيد صلوات بألحان شجية سماوية، ما في آلات موسيقية. هلا يعطي اللحن المعنى الروحي للترنيمة فبيرتقي فيها. مثلا وقت اللي هلا رتلت اللحن الخامس، هيدا لحن الانتصار على الموت. وفي ألحان يا رب القوات هي لحن الحزن، الطلب، الخشوع. في لحن اليوم علق على خشبة، اللحن الخامس هيدا لحن كمان حزن وخشوع أمام رهبة الموت. فكل ألحان بيحس الواحد كأنه حلق مع هالملائكة بالسماء وعم بيرتل معهم. هلا دور كثير مهم للخدمه نحو الكنيسه وايضا جماعه المؤمنين، خبرينا اكثر عن مهامكم. هلا الوكاله هي ما عم اقول لك هي مثل خليه النحل، يعني بتشرف على كل شيء. بدات يعني تعمل كمان نشاطات للعائلات، بتجمعهم، بتقدم لهم الافكار، بصير حوار، بصير ندوات، موائد محبه. فهيدا كله بيعطي إلفة، بيعطي محبة بين هالأبناء الرعية، وبصير على طول في تواصل بين الأب وبين الرعية. فهيدا كله بينشط الكنيسة وبيخلونا يعني نعيش حالة فرح وحالة سعادة. ونحن بموسم الأعياد أو خلينا نقول عيد الأعياد، عيد القيامة، خلينا كمان نسمع من حضرتك ترتيلة تختاريها ضمن هاي الأيام. يا رب القوات كن معنا، فإنه ليس لنا في الأحزان معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. خلينا نحكي أكثر عن القيم والمعاني الروحية يلي بيحملها اليوم الترنيم. أوكي. هلأ في بيقول الكتاب المقدس برسالة يعقوب
آية 51 الإصحاح 13: إن كان أحد منكم في ضيق فليصلي، وإن كان أحد منكم مسرورا فليرتل. فالترتيل بيعطي فرح، بيعطي سعادة، وخصوصا الترتيل للمتقين بيرفع المؤمن والمصلي ليعيش مع الملائكة وبيتفاعل مع الألحان البيزنطية، وخصوصا بهذه الفترة من الأسبوع الآلام يلي عم نعيشها مع آلام السيد المسيح لنصل للقيامة والفصح المجيد. سدعد، يعني مثل ما حكينا اليوم في خصوصية معينة لعملكم ضمن الكنيسة كوكلاء، وأيضا يمكن تبدأ وبتكون بأوجه خلال فترة الصلوات بالأسبوع الأخير والصوم الكبير. خلينا نحكي عن تفاصيل هاي المهمة. هلا نحن بهالأسبوع بيزيد طبعا الشغل أكثر وبتزيد التحضيرات أكثر، لأنه الأسبوع بده كتير تحضيرات من يوم التنين لحتى الفصح المجيد. فكل يوم فيه تحضير شكل، فيه يعني بيكون الواحد كتير بتحسي انه لازم يكون مستعد لكل شيء، وتدريبات ونشرف يعني على كل شيء بهالكنيسة هاي. تمام. شو الحالة الروحية يلي بيعيشها اليوم المرنم؟ هلأ الحالة الروحية هي بتعطي للمرنم كتير حافز، انه خصوصا وقت اللي بيكون في صلاه، لانه صلاه طويله الا ما كان يعني بيتشتت الواحد، فالمرنم هو لازم يكون تركيزه اكثر لحتى ما يتشتت وقت الصلاه وتطلع صلوات وترنيم مرتب. سدعد، كمان اذا فينا نشارك حضرتك ونشارك مشاهدينا بترتيله بتختاريها. اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه. اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه. إنه عم نسمع ترانيم اليوم من حضرتك، شو أكثر ترنيمة بتأثر فيكي؟ هلأ بصراحة أنا الترنيمة اللي بتأثر فيي هيدي اليوم علق على خشبة، لأنه هي فيها طابع الحزن، وبنفس الوقت الحزن فيه شعور الفرح والانتصار على الموت. طيب نحن اليوم عم نحكي، يمكن دائما بنقول انه الوكلاء هن جزء مهم جدا من الكنيسة، وعملهم لا يقتصر فقط مثل ما حكينا بالبداية على التنظيم ومراعاة المؤمنين وغيرها من التفاصيل. خلال الفترات الماضية كان في دور لكم بكثير اوقات، بكورونا كان لكم عمل كثير كبير، بالاوقات اللي خليني اقول الصعبه اللي مريت كان في لكم عمل ودور كثير كبير نحكي عنه، وخصوصا انه انتم بتتواصلوا مع العائلات، بتقدروا توصلوا لهم، بتعرفوا مشاكلهم، وبتحافظوا طبعا على سريه هذا الشيء وعلى مراعاه جميع العائلات من رعيه الكنيسه. اكيد نحن بكل ظروف نحن على طول في تواصل، وخصوصا مثل ما تفضلتي وقلتي الوكلاء، وبنعرف تقريبا كل العيال شو يعني كل عائله شو بحاجه، ما شرط مادي، في عيال في بدها شيء روحي شيء معنوي، فهالتواصل بضل على طول شو من كان يعني بكل جميع المجالات، لحتى ما نخلي هالعالم هولي يحسوا حالهم انه ما حدا ما في اهتمام فيهم، انه لازم الكنيسه تحتضنهم تكون معهم على طول وتقويهم، ونحن على طول هن بيقوونا ونحن بندعمهم. يعني قبل ما بدينا حديثنا مع حضرتك كنا عم نحكي عن أهمية الترنيم البيزنطي، خلينا نتعرف عليه من حضرتك. هلا مثل ما قلت لك الترنيم البيزنطي هو مو بس بده صوت، بده أداء وبده تدريب، لأنه ما فيه أدوات موسيقية. فهيدا بيعطيه رقي، وكل ما كان فيه يعني تدريب بصير في إبداع بالأداء،
وهالاداء بده يوصل للشعب المؤمن اللي قاعد، فبتحسي وقت في اداء حلو وجوقه مرتبه الكل بيشارك هالجوقه بالتراتيل، وخصوصا بهالاسبوع هيدا العظيم. يعني دعد، يعني مثل ما بنعرف الكورال او جوقه الكنيسه فيها اعمار مختلفه جدا، فيها الاطفال، فيها اليافعين، فيها الكبار، هذا التنوع وهذا الغنى بيعطي كمان صله روحانيه بيننا وبين بعض، بين الرعيه بشكل عام. نحكي شوي عن اهميه هذا الشيء. تمام، نحن بنبلش من وقت اللي بيكونوا اطفال، بنبلش بندربهم، بنقول لهم جوقه صغيره في عمر معين. هلا يعني 5 سنين بصير انه بيقدر شوي، انه في لهم ترانيم خاصه جوقه الاطفال. هلا الشبيبه كمان شو اسمه، طبعا تدريباتهم بتكون على مستوى اعلى. كمان نحن للجوقه نعمل لهم نشاطات مشان كمان ندعمهم ونسليهم، مو بس انه ترنيم وصلوات وهالقصص هي. فكل هالقصص هي بتزيد الألفة والمحبة حتى مع العائلات الأطفال، مع عائلات الشباب، وبنعيش يعني الكنيسة بتعيش كلها عيلة واحدة. شو هي الرسالة أو الكلمة أو المعايدة يلي بتحب توجهيها اليوم بعيد الفصح؟ هلا أول شيء بدنا نعيد الدكتور قائد الوطن والسيدة الأولى، وإن شاء الله هيك الفصح مجيد لسوريا ولكل العالم إن شاء الله يا رب. حابين كمان قبل ما نختم ترتيلة أخيرة من حضرتك نختم فيها. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إني أنا عبدك يا والدة الإله، أكتب لك راية الغلبة يا جندية محامية، وأقدم لك الشكر كمنقذة من الشدائد، لكن بما أن لك العزة التي لا تحارب، أعتقيني من صنوف الشدائد حتى أصرخ إليك افرحي يا عروسا لا عروس لها. يعطيك العافية يا سيدة، شكرا كثير لك وفصح مجيد. شكرا لك وينعاد عليك بكل خير يا رب. شكرا.